الجهة جاهزة. انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم، 11 من الجيادة العربية الأصيلة تشارك مسافة 1200 متر. الصدارة مع الجواد درهام، النائب جاسم بن علي العطية وجي بي قنبر. من الجهة الوسطى الوعد أبناء جاسم عبد الغزالي وديغو الشي، ومن الجهة الخارجية مواش سفطاح وسن نعيمي وعلي الشويخ. محاولة لخطف الصدارة من بعض الجياد، ومن الجهة الوسطى أو الجهة الخارجية ليدي سين مان، ومحاولة لخطف الصدارة والمنعطف الأول وما قبل الأخير والصدارة مع درهام النايف. محاولة للحاق من بعض الجياد، هناك الجواد بونيدي بيلتس أو الجواد خفوقي بوضع جميل وهادئ. والآن المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية، درهام النايف في وضع جميل وقوي، والقادم خفوقي خليفة بن شلكواري وهاري بنتلي. ومن وسط الجياد مواش، ومحاولة للحاق من الجواد بوني ديفيلتس، تحاول أيضا تقدم ولكن خفوقي والأمتار الأخيرة، خفوقي خليفة بن شلكواري وهاري بنتلي والقادم، نعم مربط زاخر ولكن خفوقي والأمتار الأخيرة، نعم قادمة ولكن خفوقي. أعزائي الجمهور والحضور الكريم، شاهدنا سباق جميل وممتع. ونتائج الشوط الرابع، أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول الجواد رقم 3 خفوقي، ملك سيد خليفة بن شيخ الكواري، والمدرب جاسم الغزالي، والخيار هاري بنتلي. مبروك. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 11 نعامة، ملك السادة مربط زاخر، والخيار جيرالد أفرانش. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 10 بوني ديفالتيس، ملك الأنسة مريم بنت شيخ الكواري، والخيار ستيفان لجاج. في الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 2 درهام النايف، ملك سيد جاسم بن علي بن محمد العطية، والخيال جي بي جامبر. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 6 رفال، ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، والخيال ماركو مونتريسو. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة، وحظنا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.